Shirai Hallelujah, Shiliyawah, Shlam. Shlam Amchon. Amachu Amrucha. Eun Galiun Qadishad Maranishom Shicha Karuzuthad Matay. Shuha Lam Shicha Maranam Indishlam. ثم قال يسوع أيها السامعون أحبوا أعداءكم واحسنوا إلى الذين يبغضونكم وباركوا الذين يلعنونكم وصلوا لأجل الذين يعنتونكم ومن ضربك على خدك فقدم له الآخر ومن أخذ ردائك فلا تمنعه قميصك أيضا وكل من سألك فأعطه ومن أخذ مما لك فلا تطالبه به وكما تريدون أن يفعل الناس بكم كذلك افعلوا أنتم أيضا بهم فإنكم إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم شحا لها من أيف بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين صباح الخير Good morning أخوتي وأخواتي الأعزاء سلام ربنا وإلهنا يسوع المسيح يكون وياكم جميعا بهذا اليوم المبارك كثير من الناس يقضون أوقاتهم بالانتقام يعني الناس يخططون للانتقام يقضون حياتهم بالانتقام مرات هواية ناس يضوجونه فإحنا نحاول بأنهم نضوجهم اللي ما عزمنا من عزمه اللي ما يجي منا ما نروح له ومرات هواية بأنه اللي يحكي علينا نحاول بأنه نحكي عليهم صاعين هواية من حياتنا هي هذا لغة العالم هي كل فعل بها ردة فعل صح؟ هذا العالم يحكي يعني بهذا الأسلوب المسيحي هو إنسان وين ما كان يزرع اختلاف الاختلاف ما هو بس بالكلمات احنا نحكي 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 بعدين اي الله يسامحهم احنا خطايا يعني ماكو شوهنا ودمرنا سمعة هذا الانسان او ذيك الانسانة بعدين ايش نسوي هم بينهم بين ربهم لا 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 اعتقد بانه احنا حاولنا نسوي نخلي مكان الرب واحنا اللي حكينا واحنا اللي حكمنا سو الوصايا اليوم اللي يعطينا إياها يسوع المسيح ربنا ومخلصنا هي من أصعب الوصايا يعني تبدي أيها السامعون أحبوا أعداءكم واحسنوا إلى الذين يبغضونكم أنا أخويا أو أختي أو قريبي أو قرايبي إذا سووا وياي سوايا صغيرة لازم أني أرجع صاعين وشون أخليه قرايبي مرات إخوة بيناتهم ومو بس هاي أيضا يشهرون بيهم أخي يتكلم على أخوه مرات هواية حتى توقع إلى مستوى بأنه نحطم عوائل بسبب لأنه ضوجونا يسوع يدعونا بأنه نحب أعدانا ونصلي من أجل الذين يبغضونا شون أقدر أحب إنسان يؤذيني وكأنه اليوم ده نطلب إحنا اليوم نصلي من أجل كل إنسان ممكن اضطهدنا نفسيا روحيا أذانا نقدم هذا القداس من أجله لما نعيش هاي الحياة بذاك الوقت حياتي راح تتغير لأنه الانتقام عادة الناس تخطط له ده ضيع الوقت اللي الله طالياه على مدى أذي إنسان ممكن أذاني ده ضيع وقت ثمين من حياتي بينما بأنه كثير من الأحيان بأنه أنا أجي أصلي من أجل الإنسان اللي أذاني منطقي قضية ما هي منطقية المسيحية ما هي بمنطق المسيحية هي بأنه أني أبدي أشيل إنسانيتي وأخلي يسوع المسيح في مكاني ومن أخذ رداءك فلا تمنعه قميصا قميصك أيضا
معناته بأنه الرداء هو شنو؟ الرداء هو الشيء اللي يسترنا. إذا إنسان نزع من عندنا الكرامة مالتنا، مو نزع من عندنا الكرامة مالتنا، نقول له ولا تدير بال، حكيت علي أني أسامحك، أني أغفر لك. تخيلوا وياي إذا إحنا دنعيش بعالم هو هالشكل، إحنا بيناتنا المسيحيين معمدين، شون راح يكون مجتمعنا؟ ياما وياما اليوم نشوف قصص وقصص وقصص، ياما وياما اليوم نشوف كثير من الأمور المخجلة وأيضا الغير مسيحية تنتقل بسبب هذا الشيء، لأنه ما نقدر نحب. إذا أنا حبيت بس جماعتي، بس ناس اللي قريبين علي، بس ناس اللي مدحوني، وأروح يم الناس اللي يحبوني، وأروح يم الناس اللي دائما مثل ما نقولها بالعامية يصبغون بيه، شنو المعنى؟ شنو الفائدة من عدها؟ هذا ينطبق علينا إحنا رجال الدين أيضا، ها by the way. إذا أنا كان عندي جماعتي بس، هذول جماعتي، البقية لا، هذول كلهم غربة، نخراي، مو زينين. هذا ينطبق على كل إنسان، ينطبق على كل مسيحي وكل مسيحية. فكل إنسان من عندنا، سواء مدعو، سواء مطران أو أسقف أو بطرك أو بابا أو إنسان مسيحي، هو مدعو على مود يبني جسور مع الآخر. وهذا الشيء اللي دائما يشدد عليه البابا فرانسيس، ونشوفه يلتقي مع هذا الإنسان ويلتقي مع هذا الإنسان ويلتقي على هذا الإنسان ويلتقي مع هذا الإنسان، باختلاف ثقافاتهم، باختلاف دياناتهم، باختلاف أي شيء، بس على مود فقط يبني جسور بيناتهم. لكن اليوم إحنا صار عندنا تحزبات. أنا أعزم اللي عزموني، أنا أقدر اللي قدرني، أنا أحب اللي يحبني، أنا أروح يم اللي يمدحني، أنا أروح اللي يحسسني بأنه أنا مهم. لكن بالأخير أخوتي وأخواتي الأعزاء، المسيحية أكبر من هذا كله. مدعوين بأنه نعبر إلى الجهة الأخرى دائما، نلتقي مع من كل يبغضنا، نلتقي مع كل إنسان ممكن مخططاته ما تمشي حسب مخططاتنا، والكلمة دائما نقولها أني أصلي لك وأني أغفر لك، أصلي لك وأني أغفر لك. والغفران ما هو بشروط. فمنو من عندنا اليوم يقدر يصلي على نية إنسان أو عائلة أو شخص ممكن أذاه؟ منو من عندنا اليوم يوقف ويغفر صراحة، يشيل التليفون على كل إنسان ممكن أذاه لما يطلع من الكنيسة، يقول له أني أصليت لك اليوم وأني أغفر لك اليوم؟ ومنو من عندنا صراحة يقدر أول شيء يطلع من الكنيسة يقول بأنه أني بعد ما أذيك، بعد ما أحكي عليك، لأنه أني أذيتك بكلمتي، بحكية، بكل شيء؟ فأخوتي وأخواتي الأعزاء، المسيحية ما هي فقط أقوال، لكن حياة نعيشها. ذكروا دائما إحنا مو جماعة فلان أو فلان، احنا جماعة يسوع المسيح. معموديتنا هي اللي تثبت هذا الشيء، وحياتنا واقوالنا وافعالنا تثبتون هذا الشيء. صباح مبارك على الجميع. اطلب من ربنا وإلهنا بانه دائما يباوع علينا بعيون الرحمة والغفران، يغفرنا على كل شيء ممكن اذينا، ويغفر للناس اللي ممكن اذونا، بشفاعة امنا العذراء مريم والقديس يوسف والقديس كورنيس، اب والابن والروح القدس، الاله الواحد، امين. لنستودع نفوسنا بين يدي الآب والابن والروح